رصدت للفائزين. شكرا لاخواني المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، وانا بدوري سالم بن ركاض العليلي يتواصل معاكم معلقا على احداث هذا الشوط. على البركه نبدا بفرز النتيجه ونتابع المقدمه. ومشكور الجار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المري من يتقدم ويسجل حضوره بالمركز الاول ليليه على المركز الثاني مباشره. علي بن بخيت المسافري من يتقدم بالمركز الثاني ويقدم لنا شوق بالمركز الثاني. اما المركز الثالث شعار بن قنازل يتقدم على ظهر الشايبه سهيل بن مسلب بن قنزول العامري، نقله تاليه الى المركز الرابع ورابع المراكز شعار ناصر بالعوضي المنهالي على ظهر خيال او احمد بن سالم بن سهيل بالشرقي، هو من يتقدم بالمركز الخامس. المركز السادس على الشاهينيه محمد بن منصور الهاجري هو في سادس المراكز. اما المركز السابع التي تبغي ايضا متابعه عبيد بن محمد العصري الخيالي يقدم لنا شواهين. سابعا المركز الثامن وهو بسيطه، لا تستبسطون هذه الهاجمه وهذا الشعار القادم على ظهر نوف علي بن فرج بن ناصر بن دلموك من يقدم لنا نوف اسمها من ثلاث حروف وتتقدم ايضا بشعار عنابي او شعار عيناوي جميل. المركز التاسع تقترب شواهين عبيد بن محمد بالعصري الخيالي. والمركز العاشر اقول الريف الحميدي بن سالم بن حمود العمري. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للعشرة، المراكز الاولى التي اعلناها على مسامعكم. وما زلنا في بدايه المشوار مع 6 كيلو مترات، قضينا تقريبا 2 كيلو متر وما تبقى 4 كيلو مترات، ما زلنا نتابع البدايه والنهايه مع مشكوره. ما شاء الله نقول الف شكر لمشكوره التي تتقدم بهذا الشعار. وجار الله بن عقيل المري من يتقدم بالمركز الاول ويعلن وجوده في هذا المهرجان السنوي الكبير المرموم 2016. المركز الثاني فيتقدم راعي شايب سهيل بن مسلم بن قنزول العاملي، رفع رايه التهديد على المقدمه. والمركز الثالث على الشاهينيه محمد بن منصور بن دحبان الهاجري بالمركز الثالث. اما المركز الرابع فتاتي اللي هي اليذابه لسيف العبيد بن سالم الهلي من يقدم لنا اليذابه. رابعا المركز الخامس تقترب الريف، الريف وما ادراك ما الريف، تحت راسه شيء تبغي متابعه لحميدي بن سالم بن حمود العمري. اول اذاعه كان في المركز العاشر وثاني اذاعه وصل في المركز الرابع وثالث اذاعه الله اعلم بنواياه وين ناوي. المركز الخامس فتقترب اللي هي جماهير سالم بن مطر بن حاده الاشتبي من يقدم لنا جماهير بالمركز السادس. والمركز السابع اللي هي اليذابه لسيف العبيد بن سالم الهلي. اما المركز الثامن حشمه مبارك بن محمد بن طالب العامري. والمركز الثامن فتاتي خيال احمد بن سالم بن سهيل بالشرقي العامري. والمركز التاسع اللي هي نوف العلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. والمركز العاشر يا سلام يا سلام، بدات الاثاره، بدات من الدرعيه عبد الله بن جعفر بن مرخان الاشتبي من يقدم الدرعيه بالمركز العاشر. هذه الاسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء حفلنا الكريم. ما زلنا نتابع. طيب متابعينا الكرام نتابع المقدمه والثلاثيه على مقدمه الشوط. وما زالت مشكوره جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المري من يتقدم وما زال محافظ على هذا الموقع رغم الضغوط ورغم ايضا التحديات القادمه. هو في المركز الاول. اما المركز الثاني فتاتي الشاهينيه محمد بن منصور بن بدحان الهاجري من يتقدم بالمركز الثاني ويتابع
رابع طريقهم المركز الثالث شعار بن حاذة على ظهر جماهير سالم بن مطر بن حاذة. نجتبي من يقدم لنا جماهير، يلا يا راعي جماهير، جماهيرك تشجع يريدونك تبدع، ومعنى الفوز لما تحقق ما تريده. هذه جماهير اللي بالمركز الثالث والمركز الرابع الشايبة سهيل بن مسلب بن قنزول العامري. أما المركز الرابع شعار بن جعفر، شعار عبد الله بن جعفر بن مرخان على ظهر الدرعية، على ظهر الدرعية وصلتنا بالمركز الرابع والمركز الخامس. فهنا منصورة العبيد بن سعيد بن منانة نجتبي من يقدم لنا المركز الخامس. تقريبا هذه الأسماء. أشوف أيضا المركز السادس، المركز السادس أول إذاعة اللي هي من سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد المري، من يقدم لنا من وهو من وت أيضا ومتابعته أيضا تبغي متابعة. هناك أيضا المركز السابع الهاجمة والقادمة نقول الفايز أحمد بن عبيد بن مبارك الاجتبي، والمركز الثامن مزنا محمد بن شاوي بن سالم الشافي، والمركز التاسع أرى اللي هي نشوى السهيل بن محمد بن شير العامري، والمركز التاسع تقترب اللي هي اليذاب السيف بن عبيد بن سالم الهلي، والمركز العاشر الريف الحميدي بن سالم بن حمود العمري. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. يا سلام يا سلام يا مشكورة، ما زالت في البداية، ما زالت في البداية، ما همها طول المساحيب التمبل السبق على الباب، على باب الناموس. ما شاء الله بدأت السرعة، بدأت تزيد من سرعته، بدأت تزيد من سرعته تبارك الله، تتقدم من البداية، حدنها زرنها يرنها ما حننها، ولكن ما رامن يردنها، ما رامن يردنها عن السيارة وعن طريقها من البداية. جار الله بن صالح، جار الله بن عقيل المري من يقدم لنا مشكورة، ولكن المركز الثاني الله بدأت تعتزي، بدأت تعتزي بشعار أيضا يتقدم اللي هو سعيد بن حمد بن سعيد المري، يقدم لنا منو يا سلام يا سلام، بدأت تتجاوز، بدأت تتجاوز. هني أيضا المركز الثالث نشوة سهيل بن محمد بن شيرة العامري أيضا يقدم لنا جديدة، يقدم لنا جديدة ويرسل يرسل يرسل شيء جديد. يا سلام يا سلام يا نشوة، نشوة تتابع، تتابع منو نشوة هو منو في الصراع على المركز الأول على السيارة الأربعمية متر الأخيرة، الأربعمية متر الأخيرة. مشاهدينا الكرام منو سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد المري. الله يا بن مشيط، الله يا صاحب الخبرة، الله يا صاحب الإبداع، الله يا صاحب أيضا هذه. مشاهدي الكرام الأبيات الحلوة، نعم الأبيات الجميلة صاحب، نعم سلام يا الباهي، سلام سلام يا راعي من وسلام، سلام لسعيد بن حمد بن مشيط المري، نهنيه على فوز من هو بالمركز الأول، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني نشوة لسعيد لسهيل بن محمد بن شيرة العامري المركز الثالث، فأنا مشكورة الجار الله بن صالح بن عقيل المري، والمركز الرابع فتأتينا مثلا محمد بن شافي الشافي، المركز الخامس منصور العبيد بن سعيد بن منان الاجتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى التي تابعناها في هذا المسير وفي هذا الشوط، وتابعنا من هو سعيد بن حمد بن مشيط المري الذي قدم جديدة مع التوقيت الزمني الذي تسجل مع 6 كيلو مترات 9 دقائق 14 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك اللي وصلت بالمركز الثاني. اللي وصل بالمركز الثاني نشوى السهيل بن محمد بن شير العامري بالتوقيت الزمني 9 دقائق 14 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت مشكورة الجار الله بن صالح بن عقيل، والتوقيت الزمني بالتأكيد بيكون 9 دقائق 17 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات أيضا تستمر في هذا الصباح المميز مع انطلاقة أيضا وتحديات سن الثنايا لهيجن أبناء